اكشلي قاعدين انا وشاب صاحبي شادي اوكي ومعصبين من البلد، معصبين من لبنان، معصبين ما قدي حرقت قلب على لبنان انه كيف صار لبنان هيك. يعني كانت اذا بدك اجت موجة الزبالة، عواميد الزوق، التظاهرات لما قالها معنا، وكل الفترة الخمس سنين يلي قطع فيها لبنان. يعني ونحنا كنا رجعنا من برا كرمال نأسس هون وبلشوا يبينوا معنا هو أساس ما بتتخيليها، من الكهرباء للمي للتليفون للعجقة لسيستام البلد كله. عصبنا وضيقنا كتير، سو فكرنا بطريقة كيف ممكن فش خلقنا وخلي اللبناني كمان فش خلقه، ما يفش خلقه برا، يفش خلقه هون، يجي يفش خلقه ويكسر اللي بده يكسره. بلس نحن الفكرة تبعنا منا بس لفشة الخلق، مظبوط فشة خلق من التعصيب اللي عم بيصير ببرا واكسبيرينس، بس نحن الهدف تبعنا هو ريسايكلينج. انه بتفوتي بتلاقيها الاوضه مثل كانه فاتح على البيت عندك او الابارتمنت تبعك، فيها التلفزيون، حاطين القصص يلي عصبتنا بلبنان، هون حاطين عواميد الذوق، الجراج اللي بتروحي لعنده يلي كل شهر بياخذ مني مصاري ما بعرف ليه بس بفرجيني القطع انه هو غيرهم، المجلى، الجلي، الغسيل، عجقة السير، كله حوالناه بسبيريت معين تكون موجوده بالاوضه، سو بتفوتي بدك دقيقتين تطلع انه عن جد فيني كسر هون.